السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أنا أحمد عاطف مدير قناتكم قناة القاموس الإنجليزي تعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله فيديو النهاردة هنكمل طبعا سلسلة فيديوهات الصف الثالث الثانوي. طبعا إحنا قلنا في الفيديو السابق إن إحنا نركز شوية في الفترة الجاية على الصف الثالث الثانوي، طبعا ده ما يمنعش إن شاء الله ننزل برضو فيديوهات خاصة بالناس عامة، فيديوهات خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية زي ما إحنا معودينكم. إن شاء الله في فيديو النهاردة نركز شوية على حل الوحدة الأولى، أقصد يعني المفردات اللغوية الخاصة بالوحدة الأولى. إن شاء الله طبعاً الحل بتاعنا النهاردة هيكون من كتاب جاينتس، هنحل أهم المفردات اللغوية اللي جاية في دليل التقويم مع بعض، واللي دايماً يعني لا غنى عن الامتحان من الأسئلة ديت، فياريت الناس تركز معايا. طبعاً الامتحان ده الناس اللي مش اتفرجت على الفيديو الأولاني ترجع تفرج عليه، اللي هو شرح اهم المفردات اللغويه في الوحده الاولى. وحطينا في طبعا في الديسكربشن حطينا ملف بي دي اف فيه اهم الاسئله المفترض انت بعد ما خدت الفيديو وفهمته وذاكرت الكلمات الكلام ده كله المفترض انت بتحل مع نفسك. فاتمنى الناس اللي حلت الملف اللي في وصف الديسكربشن تكون حالته بشكل كويس. طيب فرضا مثلا في صعوبات قابلتنا، في اي مشاكل في الاسئله ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده كل الغموض وكل الامبيجوتي هيبدا ديسابير، هيختفي ان شاء الله عنك. فيلا كده نسمي بسم الله ونبدا. بس مبدئيا عايز الناس تحاول قدر الامكان قبل حل اي حاجه تحاول تذاكر المفردات اللغويه في اي ملخص ايا كان معاك، يعني لما تمسك كلمات خاصه بالوحده والملاحظات وتبدا تراجع عليها. فانا مثلا انا مستوايا مش اللي هو الذكاء الخارق، انا مستوايا على قدي، وانني مثلا مش عارف ايه الكلمات المهمه والكلمات اللي مش مهمه. بص يا سيدي، ببساطه كده في عندي في كل وحده، في بدايه كل وحده عندي مربع اساسي تلاقيه في اي ملخص خارجي، انت تمسك المربع ده وتبدا تذاكره بشكل مركز يعني وبدقه وبحرص، بحيث الكلمات اللي تكون في المربع ده اللي بنسميها كي فوكاب اللي هي الكلمات الرئيسية بنسبة فوق 90% يعني ما بيطلعش الامتحان بره الأسئلة اللي بتسأل عن الكلمات دي. فمفيش حاجة برضه للناس اللي بتقول لا مش ده كلمات كتير مش هعرف أحفظ. يا سيدي بص أنا بقول لك أهو، احفظ المربع الأولاني على الأقل حلو، وبعد كده خش حل بقى، وأي مهارات أو أي كلمات جديدة مثلا لقيتك واحنا بنحل خلاص تسجلها في النوت عندك وفي الكشكول بتاعك وتخلي بالك منها ان شاء الله المره الجايه. حلو، يلا عشان مش هطول عليك ويلا بينا نبدا على طول. السؤال الأول بيقول The Ministry of Education adopted a new strategy to the educational system، يعني وزارة التربية أو التعليم adopted يعني هنا فعلا معناها تبنت a new strategy، استراتيجية جديدة لتطوير نظام التعليم system educational system يعني نظام التعليم. فكلمة طبعا تطويرا لها رقم دي اللي هي معناها ايه develop. طيب خش على السؤال التاني بيقول The government tries to give more care to poor and rugged people، يعني الحكومة بتحاول يعني تولي اهتمام كبير تو بور للناس الفقراء والمعاقين. طبعا هنا شباب زي ما احنا شايفين كده بور هنا فقير دي صفه، وتاني حاجه اند لازم برضو اختار هنا صفه، فين الصفه الموجوده هنا رقم A معناها ديسيبلد يعني معاق. حلو كده يبقى الناس الفقراء والمعاقين. طبعا رقم B اوعى الناس تتلخبط ما بينها وما بين رقم A لان نفس الفكره ونفس المعنى، ولكن ديت اسم انما ديت ايه صفه ديسابيلتيز اعاقات انا مش عايزها خالص. طيب خش بعد كده على السؤال التالي بيقول لي Are you an adult in the power of books to reach our culture؟ انا عايز اقول له هل انت مؤمن بقوة الكتب، بنفوذ الكتب اللي هي المفترض الكتب دي enrich بتثري الثقافة بتاعتنا. فكلمة مؤمن هنا يعني يا شباب تبقى رقم طبعا ايه، انا سامع ناس بتقول رقم C، اجابتك مظبوطة. رقم 4 نجيب محفوظ developed as distinguished of writing، يعني نجيب محفوظ طور اسلوب مميز، distinguished شباب معناها مميز، اسلوب مميز للكتابة، يعني هنا اسلوبها تبقى طبعا رقم C style of writing، مبني طبعا based on مبني على وصف المجتمع المحلي.
Number 5. My uncle works as. يعني عمي شغال ايه؟ In the Egyptian embassy in France. السفارة المصرية في فرنسا شغال ايه؟ اكيد طبعا دبلوماسي. حلو. Number A. طبعا في فرق ما بين دبلومات اللي رقم E وما بين رقم C politician. طبعا دبلوماسي هو شغال في السفارة خارجيا خارج البلاد، انما politician ده سياسي وشغال في حزب داخل يعني حدود البلد. السؤال اللي بعده اللي هو number 6. كانديل أم هاشم was not got into a successful film. يعني كانديل ابن هاشم أم هاشم ده تحول لفيلم. فكلمة تحول خدناها في كلمات واحنا بنشرح، نرجع للشرح هتبقى رقم دي ميت. حلو كده يا شباب. طيب السؤال السابع معانا هو most people معظم الشباب بيحب يلبس على اخر موضه. طبعا follow the latest fashion they prefer to wear. هما بيفضلوا يلبسوا ايه؟ طبعا ملابس اخر موضه. طبعا المعنى ده هنلاقيه متوفر في رقم دي tradition تقليدي and fashionable برضه تقليدي old fashion برضه ايه تقليدي. السؤال الثاني بيقول she lives in عبدين a district of Cairo. عايشه في عبدين هي منطقه في القاهره. district is similar in meaning هي مشابهه للمعنى لكلمه ايه؟ طبعا لكلمه area اللي هي رقم ايه معناها منطقه. السؤال التاسع بيقول my brother was not got a degree in physics from Cairo University. يعني اخويا تم حصوله على درجه علميه في الفيزياء من جامعة القاهرة. طبعا ووز طبعا حصول على جائزة رسمية طبعا awarded اللي هي رقم A وشرحناها طبعا بالتفصيل. نمبر 10 بيقول لي I am sure my brother أنا متأكد إن أخويا well in yesterday's test إن هو أدى بشكل كويس. أدى بشكل كويس شباب اسمه حاجة اسمها إيه؟ did well in yesterday's test. سؤال 11 بيقول the plane took off and quickly started. يعني طبعا بدأت تخلع وبدأت طبعا height يعني ارتفاع. بدأت ايه طبعا؟ تزيد في الارتفاع. كلمة تزيد او يكتسب شيء معناه زي ما اتفقنا ونجيب رقم B gain height. طبعا lose يخسر شيء، beat يعني يهزم وانهزم، earn يعني اكسب مال او اكسب معيشة. هنا height ده شيء ايه يا شباب؟ شيء معنوي. فبقول gain height يترجم معناه يعني تزيد في ارتفاعها، بدأت ترتفع واحدة. number 12 My young sister is shy by nature. يعني أختي خجولة بالفطرة by nature. She usually gets. هي دائما بترتبك قدام الغرباء. طبعا ترتبك يعني gets إيه؟ طبعا number B gets confused. طيب سؤال 13 The Nobel Prize for Literature يعني جائزة نوبل اللي هي في الأدب was not got to the Austrian novelist Peter Handke in 2019. يعني تم منحها وتم منحها رسميا طبعا number C awarded. طيب السؤال رقم 14 بقول لي I have finished writing my first novel. خلصت كتابة الرواية بتاعت الأولى. I hope I will find. أنا أتمنى ألاقي دار نشر تنشر لي أو ناشر. طب number A publisher. سؤال 15 teachers show students how to know got research online. يعني المدرسين بيوروا الطلبة ازاي يقوموا بعمل أبحاث على أونلاين. طبعا البحث بتاعه الفعل ايه يا شباب؟ دول خلي بالكم من قضية مهمة جدا جدا جدا. تعالوا بينا نخش على سؤال رقم 16 بيقول لي my neighbor is a strong nugget in magic. طبعا يعني جاري هو مؤمن قوي بسحر thinks he can heal wounds. يعتقد انه ممكن يعني يشفي الجروح باستخدام السحر. طبعا مؤمن قوي طبعا الشباب طبعا رقم C believer. سؤال 17 Unfortunately the nugget of this immune disease is still unknown. يعني للأسف طبعا السبب وراء هذا المرض اللي بيؤذي جهاز المناعة is still unknown ما زال غير معروف. طبعا قلنا كلمة cause حلو كده cause of بتيجي معها of، إنما reason يا شباب reason ديت بيجي معها ايه؟ for. بيجي معها for reason for. حلو كده. طيب السؤال طبعا مش ينفع ايم ولا ينفع advantage ميزة هذا المرض او هدف هذا المرض. طيب number 18 I sent a photo as an email. طبعا من غير ما اكمل هتبقى attachment. attachment number A. سؤال 19 واللي young writers find it difficult to have no God for their stories.
طبعا الشباب بيبقى صعب عليهم ان هم يلاقوا ايه للقصص بتاعتهم، طبعا بابشر يعني دار نشر. رقم 20 هي ستوب بورنلي اون دوينج ات اول هيم سيلف، هو دايما بشكل عنيد يصر ان هو يعمل الحاجه دي بنفسه. طبعا يصر طبعا انسيستد، وانسيست بيجمع حرف الجر ايه زي ما انتم شايفين كده اون، حلو كده اون. انما البرسيست الشباب ده اللي هي ديت يعني بيجي معاها ايه ان. طيب رقم 21 بيقول لي ماي ماذر هاز نوجت ذات تشيلدرن ليرن بيست باي بلاينج جيمز، يعني الام عندها اعتقاد. فهنا اعتقاد انا عايز الفعل بليف يعتقد، لا طبعا عايز طبعا اللي هي رقم سي يعني اعتقاد. السؤال هنا في نهاية هذه الجزء a person who can't use part of his hair or her body is، شخص مش قادر يستخدم جزء من جسمه ده بنسميه طبعا disabled. ربنا يعافي كل معاق اللهم امين. عايز الناس تركز، هو حد ينام، وعايز الناس تخلي بالها من الاسئله اللي حليناها ديت، لان هي معظم الكلمات ديت هي الكلمات المتداوله والمشهوره جدا في اللغه الانجليزيه، فاحنا بندرب نفسنا على السياقات المختلفه بحيث يكون عندك برود مايند يعني عقلك واسع بكذا معلومه كده. يلا بينا نكمل. السؤال 23 بيقول يحيى حقي كواليفايد ان، يعني كواليفايد ان يعني مؤهل فين؟ ولذلك هو شغال فترة قصيرة كمحامي طبعا مؤهل في القانون لو رقم دي. 24 بيقول يحيى حقي was one of، هو كان واحد من الرواد للأدب المصري الحديث. واحد من الرواد يعني يعني pioneers number A. 25 حقي's first novel، أول رواية ليحيى حقي نشرت ولا أسسته وضطته كواحد من أعظم كتاب القصة القصيرة في الوطن العربي. طبعا يعني تركيب قلناها قبل كده واحنا بنشرح established him as one of the great short stories. Established him as، ما ننساش التركيب ده يا شباب، ما ننساش التركيب ده مرة تانية. 26 بيقول لي he wrote a lot of short stories، يعني كتب مجموعة من القصص القصيرة about the poor، عن الفقراء والمعاقين collection. 27 the novelist got an important prize، عايز اقول فاز بجائزه مهمه، يعني فاز بجائزه مهمه طبعا. 1 والنجين ده يكتسب شيء معنوي، بيتأدي يهزم earn يكتسب مال او عيش. طيب نمبر 28 the postman روايه postman was كانت او was، طبعا عايز اقول تحولت لفيلم ناجح طبعا لسه قايلينها من شويه made into a successful. 29 بيقول my friend tried to make me change my mind but I nogged on my opinion، صديق حاول ان هو يغير رايي ولكني انا اصريت على رايي. كلمه يصر على insist وجمع حرف الجر ايه. يحيى حقي wrote about Arab society and، كتب عن المجتمع العربي وتقاليد المجتمع العربي طبعا اكيد رقم دي customs. Ministry of Education plans for، وزارة التربية والتعليم بتخطط لايه؟ عايز اقول تطوير التعليم طبعا اكيد developing. 32 scientists have a great impact on our life، العلماء ليهم تأثير كبير في حياتنا. ف effect معناه يؤثر، وده فعل انا مش هينفع استخدمه هنا. effective ولا effect اللي هو تأثير وهي الاسم ودي اللي انا اختارها هي الاجابة الصحيحة، انما اخر واحدة effective مش هبدي معناها مؤثر. صفر. سؤال بعد كده 33 the boy who won the poetry competition is a 15 نقط old student، طبعا 15 year old student. مستر طب ليه خدناه year؟ قلنا قبل كده قاعدة مهمة جدا ان لما يجي تركيب زي ما احنا شايفين كده student ديت اسم حلو وقبلها صفة، والصفة احنا عارفين في الانجليزي لا تجمع، فلما اجي استخدم تركيب مركب من اكثر من كلمة اوعى تجمع سواء year سواء month سواء minute سواء ايا كان التمييز الزمني اللي بستخدمه، اوعى تجمعه. ليه بقى؟ لان هي في محل صفه، وصفه يا شباب لا تجمع. فاقول 15 year old student زي ما انا مختار كده. طيب number 34 success in life، النجاح في الحياه is based، هو مبني على ايه؟ مبني على بتاعت حرف الجر يا شباب on، based on. نمبر 35 most professional footballer، معظم لعيبة كرة القدم a lot of money، بيكسبوا فلوس كتير طبعا شوية. some young people believe that following customs، بعض الشباب بيعتقد ان هو اتباع العادات والتقاليد and
traditions. طبعا traditions معناها تقاليد وعادات بتساوي إلى حد كبير customs is something of the past وشيء من الماضي. السؤال اللي بعده 37, what are the negative of using mass media؟ ما هي ال negative إيه بقى؟ negative effects يعني الأثار السلبية اللي هي number A. هنفرقنا بين اللي هي E وال A. A فوق اللي هي حتى لسه إيه موجودة هنا اللي هي ديت effect معناها يؤثر. طيب 38 بيقول لي I sent an email with two, بعتت إيميل مع طبعا ملحقات, اثنين ملحقات كانت صور لأصدقائي attachments number A. 39 you have to log out the printer to the computer, انت مضطر ان انت توصل او انت لازم انت توصل طبعا بالكمبيوتر, طبعا توصل طبعا الكمبيوتر بتاعه فعلا يا شباب connect, يوصل شيء تو شيء, طبعا connect مع حرف الجر تو زي ما انتم شايفين كده, وبوصل شيء بشيء contact, طبعا contact دي معناها يتصل بشخص بدون حرف الجر في الغالب, communicate يعني يتواصل مع شخص بي معها ايه with, نقطة ديت قديمة شوية. طيب السؤال الأخير بيقول لي using the computer for a long time, استخدام الكمبيوتر لمدة طويلة ده هيسبب لي صداع. طب هيسبب صداع يقول لي makes مثلا مين makes me a headache مثلا؟ أقول لك طبعا لا, لأن دي أكيد يا مستر ترتيب, احنا خدناها قبل كده, طبعا تبقى رقم دي gives me a headache يعني يسبب الصداع. كده الأسئلة بتاعتنا الجزء الخاص ب 40 سؤال مهم جدا على الوحدة الأولى, وركزوا عليهم جدا, أسئلة مهمة جدا جدا. أتمنى الناس تذاكر الأسئلة ديت, ولو في حاجة مش فاهمة يا ريت تكتب لي في الكومنت تحت. وفي نهاية الفيديو أتمنى الناس تشارك الفيديو ده مع أصحابها, ولو هي مش مشتركة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد, ومش تنسى طبعا اللايك عشان الفيديو ينتشر, وفي أمان الله.